موقف مملكة تجاه اليمن من المواقف الأصيلة كأصالة شعبه العزيز الذي تربطنا به أواصل الدين. نشرت وكالة رويترز تقريرا نقلت فيه عن مصادر مطلعة قولها إن السعودية تسعى للحصول على مساعدة أمريكية لتعزيز أنظمتها الدفاعية في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط مكثفة من الولايات المتحدة لرفع الحصار عن موانئ اليمن. مصدران مطلعان على جهود إنهاء الأزمة في اليمن ومصدر أمريكي نقلت عنهم رويترز إن الرياض تريد أولاً الحصول على أسلحة أمريكية لمساعدتها في تعزيز أنظمتها الدفاعية للتصدي للجماعات المعادية، فيما تركز أمريكا على إتاحة إمكانية الوصول بشكل كامل للموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون والمطار. كما أكد بايدن أن واشنطن ستعمل على وضع حد للحرب في اليمن ووقف مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية ووفقاً للوكالة الدولية طلب عدم نشر اسمه، قال: نبدي في السر والعلن قدراً كبيراً من الاهتمام بمسألة الميناء والمطار، هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي أن تفعله السعودية، مؤكداً أن الدفاع عن المملكة هو التزام أمريكي أساسي وشيء يبحث عنه السعوديون بشكل محدد. نحن ملتزمون بالدفاع عن أمن المملكة ولدينا الكثير من القضايا المشتركة التي نعمل عليها بدءاً. كما يعتقد هذا المسؤول أن الفكرة الأساسية هي أن هناك محادثات بين الولايات المتحدة والسعودية حول أفضل السبل للوفاء بالتزام الرئيس بالدفاع عن المملكة، لكن دون تقديم أسلحة هجومية من أجل الصراع في اليمن. We certainly would have liked to have gone to Saudi Arabia. That's a key partner in. وبينما تريد الرياض أن يتزامن أي رفع للحصار في اليمن مع بدء وقف إطلاق النار حرصاً على أمنها، يقول محمد عبد السلام كبير المفاوضين الحوثيين لرويترز إن الحركة مستعدة للعمل مع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن ومقرها جيبوتي لو تم رفع الحصار. That means port infrastructure is critical in order to be able to bring in commodities, whether food. بدورهم قام مسؤولون أمريكيون من بينهم المبعوث الخاص لليمن تيموثي لاندركينغ بعدة زيارات للرياض، وجرى اجتماعاً بين المستشار الأمريكي سوليفان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الشهر وصف بأنه كان صعباً للغاية، ذلك بعد أن قدمت الأمم المتحدة اقتراحاً تدعمه واشنطن بتسلمها إدارة الموانئ، مما يضمن أن العائدات ستستخدم في دفع مرتبات موظفي القطاع العام في اليمن، فهل توافق السعودية؟